تمام، اروح داخل هنا اهو كاتب جينكو، جينكو سولر، اوكي خلاص دخلت على جينكو سولر. ادي الموقع، طبعا هي شركة صينية، بيقول لك اتأسست سنة كام والشغل بتاعها ايه ومدى المبيعات بتاعتها وكل ما تتمناه عن الشركة بالداتا شيت، زي ما شفنا في الانفرتر بكل حاجة. يعني هو بيدي لك في الموقع ازاي تتواصل معاهم لو انت عايز تشتري، تمام، كل التفاصيل. طبعا هنا معظم الشركات الصينية بيبقى الصفحة الرئيسية ممكن تلاقيها مرة كده على طول، تلاقيها ايه باللغة الصينية او بتلاقيها باللغة الانجليزية. هتلاقي هنا دايما، هتلاقي دايما على اليمين كده اللي هو رمز الكرة الارضية دي، تختار ايه اللانجوج بتاعتك، اللغة اللي انت عايز تشتغل عليها. طبعا هنا زي ما شفنا في كل الشركات هتلاقي جايب لك ايه البرودكت، المنتجات بتاعتها، تمام. يعني من اشهر المنتجات واحدث حاجة يمكن موجودة في جينكو حاليا اللوح اللي اسمه شيتا، تمام، وفي لوح اسمه شوان سوان، وفي تايجر وتايجر برو وكواليتي، والكلام ده كله انواع البرودكتس نفسها او المنتجات بتاعتها. ده التكنولوجي. هناخد دلوقتي نشوف ايه هي التكنولوجي بتاعت الهاف سيل والبايوفيشيال والتيلينج ريبون، تمام. دي كلها انواع من التكنولوجيات او التقنيات المستخدمه في تصنيع من الالواح. ده مهم جدا، عايز الناس النهارده زي المفروض انا سبتك امس، المفروض انت دخلت على الانفرترز، دخلت على هواوي، دخلت على اس ام اي، دخلت على اي بي بي، على شنايدر، تبدا تتعامل مع فن التعامل مع الموقع بتاع الموردين. ممكن تكون انت عايز تفتح شركه وعايز تبقى مورد ليهم، او عايز، تمام، تبقى وكيل لجينكو سولر مثلا هنا في السعوديه. لازم اولا تذاكر المنتجات بتاعتهم وتشوف كفاءتها وتشوف هل الالواح دي مناسبه ولا لا، والمنتج ده قوي ولا لا. الناس او بعد كده لما ندخل بقى في الريجوليشنز بتاعت السعوديه هنا، هل الالواح دي هتبقى معتمده من شركه الكهرباء ولا لا؟ كل الاسئله دي لازم ايه تبدا تسالها لنفسك. طبعا بتشوف التكنولوجيز، لازم تعرف ايه انواع التكنولوجيز المستخدمه، ايه ميزه ده عن ده، تمام. ده كله بيبقى موجود في الموقع. طيب بعد كده اي شركه برضو بيقول لك اباوت اس، اللي هو يعني تعريف بالشركه، الكومباني واخبارها والكلام ده، تمام. بعد كده انفستور ريليشنز، تمام، اللي هو الانفستورز بتاعتنا لو انت عايز تبقى انفستور او مستثمر. بعد كده تدخل بقى على الشغل بتاعنا اللي هو مين، ادي جينكو سولر انفستور ريليشنز، تمام. بيبدا يدي لك شويه حاجات على الانفستيجيشن او الانفستورز ازاي. اللي يهمني بعد كده تدخل بقى ايه، واحد يقول لك انا والله عايز الكومباني بروفايل، كومباني بروفايل بتاع جينكو سولر اهو. يبقى انا لو ضغطت هنا كده اهو، يبقى انا هروح داخل على ايه، على ملف الشركه، اعرف الشركه موجوده فين واسهمها بكام ومش عارف ايه. كومباني بروفايل زي يعني ايه ملف تعريفي كده للشركه، بتبدا تشوف منه مدى قوه الشركه، الشركه ايه شغلها، البروشورات بقى دي الكومباني بروفايل، السي اس ار ريبورت، التقرير بتاع او التقرير العلامي بتاع جينكو سولر ومستواها، البروشورز، البروشورز زي ما احنا قلنا في انواع اهو، زي التايجر، تايجر ده نوع من البرودكتس اللي انت شفتها هنا اهو، تايجر هتلاقي ليه بروشور، بروشور غير الداتا شيت. البروشور دايما بيبقى ورقه او ورقتين كده اللي انت بتديهم للعميل، حاجه سريعه لما تيجي تدخل في التفاصيل بتجيب داتا شيت. السوان بروشور، تمام، في عندك الشيتا، تمام، شيتا بروشور، جينكو ماجازين، ده المجال اللي هم عاملين ماجازين، تمام، جينكو ماجازين 2020 كيو 1 وكيو 2 والكلام ده وكيو 4، ده كله عباره عن مجلات بتصدر من شركة جينكو. عامل لك فيديو داخل المصنع نفسه بتاع جينكو، تمام، عشان تبدا تشوف المصنع وتشوف كل، يعني تقدر تعرف كل حاجه من خلال السايت بتاعهم. يعني مثلا عايز اشوف شيتا، شيتا مثلا بروشور، شيتا ده اهو، تروح ضاغط هنا اهو، تمام، اوتوماتيك زي ما احنا شفنا في المرات اللي فاتت، رحت داخل بيحمل البي دي اف. يبقى موضوع ان انا اقدر من خلال الكورس اعرف ايه البرودكتس، تمام، واقدر اتعامل مع البرودكتس واجيب الداتا شيت الخاصه بيها واتعامل معاها وابدا اقرا الداتا شيت والكلام ده، المفروض احنا بدانا ايه نشتغل عليه. يبقى زي ما احنا شفنا كده في الداونلودز اهو، في كومباني بروفايل اللي احنا فاتحينها دي، تمام، مدي لك بعديها اهو لو انت بصيت هنا في التبويب الثاني الداتا شيت، تمام، الداتا شيت بقى بتاعت كل نوع، يجيب لك شكل اللوح وكل الحاجات دي. مش محتاج ان انت ايه تقعد وتقول والله انا عايز اروح اجيب الداتا الفلانيه، الداتا جاهزه. ميزه الشغل في الطاقه الشمسيه الشركات الكبيره الداتا بتاعتها افالبل ومتاحه، سهل جدا، مش تقعد تعمل داونلود تدخل في مش عارف مين وتطلع في، لا،
زي ما انت شايف اهو، اي لوح بالداونلود كليك داونلود تلاقيه ايه بدأ ينزل عندك. طبعا بيدي لك، طبعا هنا الداتا شيت بيدي لك حسب كل سيريال، هم الداتا شيت بتاع جينكو كان في عندك التايجر كل مره بيعمل له ابديت للسيل والكلام ده، بيدي لك التايجر اهو، بيدي لك الان تايب مونو، تمام، مونو فيشيال، وبعد كده الباي فيشيال، ان تايب الباي فيشيال، تمام، اللي هو ايه، لو انت ملاحظ هنا ده 78 سيل، احنا هنبدا نذاكر الكلام ده دلوقتي اهو في الشرح، يقول لك دي 78 سيل، 60 اهو 66 سيل مونو، تمام، بي تايب بايوفيشيال، لازم الكلام ده كله نبدا نشوف يعني ايه اصلا 66 سيل، ويعني ايه مونو تايب وبولي كريستالاين والكلام ده. الشيتا نفس القصه اهو، الشيتا تمام بيدي لك الشيتا والداتا شيت بتاعتها 60 سيل وفي 72 سيل، وكل واحده ايه هتدخل بقى في السبيكس بالتفصيل، تمام. بعد كده في عندي السوان سيريز، هتدخل على الموديلات بتاعت السوان، او كاتب لك اهو سوان هنا البرودكت، وكل برودكت زي ما انت شايف في داونلود جنبه كده، تروح محمل مين، محمل الداتا شيت بتاعت البرودكت. مهم جدا زي ما قلت كل مره كده ان انت تدخل، تروح داخل هنا، تمام، اروح داخل شايف الشركه وابدا اتابعهم، اشوف ايه اخبارهم، ده تبقى شغلانتي اكل عيش من الاخر زي ما بنقول، تمام. اللي هيكمل في المجال ده هيبقى ده اكل عيش، ولازم يبقى متابع، شوف المؤتمرات، يشوف اخر اخبار الشركات الكبيره، تمام. يبقى لازم انا هدخل على كل وسائل التواصل ممكنه بالنسبه لي، تمام. انا دخلت مثلا بتعامل مع اللينكد ان، اروح داخل على اللينكد ان اهو، تحت خالص كده هتلاقي السايت، وتلاقي فيه كل وسائل التواصل بتاعتهم، فيسبوك، تويتر، لينكد ان، سناب، داخل هنا اهو، تمام، اروح داخل تويتر مثلا، اروح ايه عامل فولو والمش عارف ايه والانستجرام بتاعهم، وكل حاجه انت ايه عايزها اهو هتلاقيها ايه دخلت معاك، تمام. تبدا تعمل ساين ان او تسجل معاهم، او تشوف انت ايه ايه اللي محتاجه منهم بالتفصيل، وتبدا تشتغل عليه. بيجيب لك اهو في الفيسبوك مثلا ادي جينكو سولار، تمام، تبقى انت متابع السايت بتاعهم، ايه احدث تكنولوجيات بتنزلها في السيل، المعارض اللي بيعملوها يا شباب، دي حته مهمه جدا، بيعملوا معارض كتير، عملوا معارض كتير جدا هنا في الرياض، تمام. يبقى ده كله انت ايه بتتابع معلومات الشركه. انا في حته مهمه جدا، يعني لو انت عايز تبقى قريب جدا من الناس دي وتبدا تكلمها وتتواصل معاها، اللينكد ان يا شباب مور بروفيشنال، يعني اكثر الاساليب اللي توصلك للناس مباشره، تمام، اللي هو اللينكد ان، تمام. تدخل هنا اهو بيقول لك والله في مش عارف مين من اصحابك في جينكو، وبعد كده يقول لك في ناس تانية امبلويز، تمام، الموظفين اللي موجودين، اي حد كاتب ان هو شغال في جينكو موجود، تمام. رحت داخل هنا، تمام، دي سكه سهله تعرف بيها الناس، ادي جينكو سولار اهي، عايز اعرف مين انا، يا اما عايز اعرف، عايز ادور على وظيفه جوب، عايز ادور على كونتنت، عايز ادور على اي حاجه وات ايفر يعني، تمام. انا اخترت بيبل، ناس اهو كونكشن، عايز اشوف الناس مثلا اللي عندي من جينكو. اهم حاجه عندي لما تيجي تدور ابدا ايه اعمل فرز باللوكيشن اول حاجه، مثلا اي عايز اهو، انا عايز الناس بدور على شغل هنا في السعوديه مثلا، بدور على موردين في دبي، عايز ادور على موردين مش عارف فين، يبقى انا اخترت السعوديه،